موضوع شو؟ ميرا، أنت ناوي تكمل معها بعدين؟ يعني إيه أكيد. شو السؤال الغريب هاد؟ ليش عم تسألي؟ اسمعني منيح يوسف، أنا بعرف إنه الفترة الأخيرة كان الضغط كتير كبير عليك، أكبر من احتمالك، الشركة والبيت والمصاري، والبني آدم لما بتضيق في الدنيا ممكن ياخد قرارات ما بياخدها بالأيامات العادية، لأنه بيكون مثل الغريق اللي عم بيتعلق بقشه. أنا مو فهمان شو لازمة هالحكي هلأ هاد كله. إذا بخصوص ميرا فأصحك تفكري إنه اللي صار بيني وبينها له علاقة بالأزمة اللي نحنا مارين فيها. أبدا. اسمع اللي رح لك إياه للآخر وفكر فيه على مهلك. شوف يوسف، كل إنسان وعيلة بيمرقوا بأزمات كبيرة بحياتهم، بالنهاية مهما كانت كبيرة ومهما كانت صعبة اسمها أزمة، يعني مجرد فترة وبتمرق. بس الزواج مش هيك. في موضوع مخبيته عنكم من زمان لأنه ما كنت قادرة أحكي، بس بعد اللي صار اليوم تأكدت أنه أنت الوحيدة اللي رح تفهميني. إيه شو هو هيدا الشيء؟ أنا بحب. لك أخيراً شو أخيراً؟ هذا إيه أنا حبيت. ولك لا مش أخيراً إنك حبيتي، أخيراً إنك اعترفت إنك بتحبيه من هو؟ شو مفكرتيني هبلة ومش منتبهة يعني؟ يعني أنت كنت عارفة من زمان؟ حتى قبل ما أنت تعرفي. هالقد مبين علي؟ لحظة أنت عن مين عم تحكي؟ يمكن مش عم نحكي عن ذات الشخص. ولا؟ ليش أنت بتقدر تحطي لقمة بتمك إذا ما كان موجود معنا على البريك اليوم؟ بعدك شاكة ولا تأكدت إنه بعرف مين هو؟ طيب وبعدين؟ أنا كيف تركت حالي أوصل لهون؟ طب أنت من إمتى حاسة هيك؟ من زمان كتير، بس هو ما بيشوفني غير إني رفيقه إذا شيء كمان. أنا حاولت إنه أشوفه كرفيق لإلي، بس إنه ما زبطت معي، حاولت أنسيه بس ما قدرت. طب انت ليش حاطه كل هول بقلبك؟ ليه ما خبرتيني من اول لحظه؟ شو بدي خبرك؟ شو بدي احكي؟ بس من بعد اللي صار اليوم وقتها كلنا عرفنا انك انت دريانه بخبريه يوسف وهيدي شو اسمها ميرا، تاكدت انه انت الوحيده اللي رح تفهميني، لانه اثنيناتنا بنحب شخص في وحده ثانيه بحياته. بس ما انا مصيبتي اكبر بكثير، لانه الوحده الثانيه هي اختي.